على معوقات التحول الديمقراطي على مستوى الوطن العربي. يعني هي محاولة مني فيها تكثيف وتلخيص إلى الأوضاع السيئة التي تمر بها المنطقة من فترة الاستقلال الوطني بنهاية الخمسينات إلى الفترة الحالية. بعيد يمكن تحرك هذه في البداية بس مسألة المعايير وأركان النظم الديمقراطية الحقيقية. يعني هني أنا ملخصنها في خمسة معايير أساسية يمكن احنا نقارنها بأي نظام ونتأكد ان هل هذا النظام ديمقراطي او شبه ديمقراطي او في يعني لمحة من الديمقراطية. اولا الموضوع الأساسي في النظم الديمقراطية ممارسة السلطة العمومية من قبل ممثلين منتخبين في انتخابات حرة عامة، وهذا الموضوع ينطبق على رئيس الدولة إذا كانت الدولة جمهورية وحتى رئاسة الحكومة، السلطة التنفيذية بالأساس، وحتى السلطة التشريعية لابد أن تكون سلطة منتخبة غير منتقصة السيادة، وتتلخص وهذا المعيار بالاعتراف بالسيادة الشعبية. المسألة الثانية في المعيار الثاني في المسألة الديمقراطية هو تكريس دولة القانون، مساواة الجميع أمام القانون. لما نحب أن احنا نقيم أي مجتمع لازم يكون الكل متساوي فيه أمام القانون. أنت ابن عائلة حاكمة أو ابن رجل فقير، يعني ما في تمييز في هذا الموضوع، الكل يخضع لسلطة القانون. المعيار الثالث تأمين العدالة الاجتماعية من خلال نظام التكافل والتصحيح. هذا العامل يمكن هو يكون عامل اقتصادي اجتماعي أكثر من أنه عامل سياسي، يعني في بعض المجتمعات فيها خلل طبقي ممكن تصحيحه في النظم الديمقراطية من خلال أخذ يعني نظام التاكس اللي هو ضرائب وأخذ من الأغنياء وإعطاء للفقراء من أجل يعني تعديل أو تكافؤ المشاركة الاجتماعية في تطوير المجتمع. المعيار الرابع هو ضمان الحريات الفكرية والسياسية والتنظيمية وحرية الرأي والضمير والمعتقد. هذا المعيار يعني معيار أغلب الدول العربية فاشلة فيه بامتياز. يعني هذا المعيار يمكن مو بس النظم السياسية هي فاشلة فيه، حتى المعارضات أو حتى وبالأخص يعني يمكن تيارات الإسلام السياسي في موضوع أن احترام الحريات الفردية وحرية التفكير والمعتقد وغيرها في بعض المجتمعات، يعني حتى أن في بعض الكتاب يقارنون ويحاكمون لمجرد إبداهم بعض الآراء. المعيار الأخير هو إدارة مسؤولية وذات كفاءة. المتقلدين للمناصب العامة يجب أن يخضعوا للرقابة والمساعدة من أجهزة متخصصة في الدولة أو من خلال السلطة التشريعية. هذه هي المعايير وأركان النظم الديمقراطية الحقيقية اللي من خلالها نقدر أن احنا نقيم أي نظام، هل هو نظام ديمقراطي أو شبه ديمقراطي أو غيره. الآن راح أتوجه إلى المعوقات. في البداية راح أتعرض إلى المعوقات بشكل عام، وآخر شيء راح أركز على مسألة البحرين، معوقات التحول الديمقراطي في البحرين بالآخر. أولاً سيطرة الحزب الواحد وضعف التعددية السياسية.
سيطرة الحزب الواحد. يعني في تجارب عربية مرت بالمنطقة في العراق وسوريا، الحين احنا قاعدين نشوف نتائجها. يعني في ليبيا من سيطرة الأحزاب الشمولية أدت هذه الأوطان إلى التفكك والتمزق والحروب وغيره. وفي جدل مستمر، يعني بعض النخب اللي تبرر إلى حالة الاستبداد تخير المجتمعات بين الديمقراطية وبين الفوضى، أو الحرية أو الفوضى. يعني أنا سمعت أكثر من مثقف يتكلم إن نحن لسنا مخيرون بين الحرية والاستبداد، نحن مخيرون بين الاستبداد أو الفوضى. وهذه الفكرة اللي بعض الأنظمة تحب أنها هي تركزها في المجتمعات عزاز استمرار وجودها الواضح بفساده وغيره، لكن هي إلها مبرر. يعني يقول لك يا أنا أو الجحيم. المعوق الثاني هو التفسير المحافظ للدين والتراث الإسلامي. يعني يمكن هذا أغلب جهات ينطبق عليها هذا الموضوع، هي يمكن القوى السلفية اللي تعتبر أي تحول ديمقراطي هو كفر ومعالي للدين والثقافة الإسلامية. في المعوقات الاجتماعية هي إن بذرة الديمقراطية الاجتماعية والثقافية متدنية جدا في مجتمعاتنا. يعني البيت ما تشوف فيه ديمقراطية، الرجل مع زوجته ما يكون ديمقراطي، مع أولاده غير. هذا بعد العامل الأساسي في إن المجتمع ما يتقدم، يعني لأن العائلة والفرد هو البذرة الأساسية نحو تطور أي مجتمع نحو الديمقراطية. في المعوقات المرتبطة ببنية الدولة، الدولة العميقة. يعني عندنا تجارب في دول عربية صارت فيها محاولات تغيير أو انتخابات أو غيرها، بس إن التجربة انتكست بعد فترة زمنية بسيطة. يمكن الجزائر في التسعينات أو مصر تجربتها الأخيرة بسبب الدولة العميقة. الدولة العميقة هي سلطة الأمر الواقع المؤسسة على القوة، وهي دولة مسيطرة وترفض تطوير مؤسسات ديمقراطية تسمح للجماهير بالتعبير عن إرادتها. الدولة العميقة هي بالأساس يعني تكون يعني الأجهزة الأمنية تعتبر، بالإضافة إلى أجهزة الإعلام، هي التكوين الأساسي لهذه الدولة. وهذه الدولة ما تسمح تحول ديمقراطي، لأن هذا التحول الديمقراطي راح يسحب الصلاحيات من هذه الجهات صاحبة السلطة والنفوذ. معوق آخر، هشاشة المجتمع المدني والقوى الديمقراطية. للأسف إن في الوطن العربي المجتمع المدني والأحزاب السياسية الديمقراطية ليس لها يعني وجود شعبي بين الجماهير أو تأثير على الجماهير، وضعف تأثير التنظيمات الديمقراطية الحقيقية، بالإضافة إلى اختراق مؤسسات المجتمع المدني. مؤسسات المجتمع المدني يعني بعضها مخترقة من قبل أجهزة ومن قبل شخصيات محسوبة على الأنظمة الدافعة عنها مثقفين سلطة. من أهم العوامل، يعني مع أنه هنا صار الأخير بس يعني يمكن هو عامل أساسي ورئيسي، بس هو يمكن بالنسبة لنا في دول الخليج أكثر تأثير من بقية الدول، اللي هو شيوع الدولة الريعية وغياب الاقتصاد الصناعي المنتج.
في الدول الريعية اللي يكون فيها تكون فيها ثروة عائدة من يعني بيع مصادر طبيعية مثل النفط وغيره، تتوفر عوائد فوائد مالية ضخمة إلى الحكومات من دون أي جهد، وهذه الثروة تكون بيد قلة قليلة تستطيع من خلالها شراء ولاءات وغيره وغيره وغيره، وتستمر في يستمر النظام يحمل بعض القوة بسبب هذه الوفرة المالية، لأن من خلالها يمكن يوفر بعض الرفاه إلى فئات أساسية في المجتمع. في النهاية المعوقات هذه يمكن تكون مرتبطة بالوطن العربي بشكل عام. راح أمر على بعض يمكن المعوقات متشابهة بس مقربها من الواقع الوطني على مستوى البلاد. أولاً السبب الرئيسي الذي يمنع التحول الديمقراطي في البحرين في رأيي أنا الخاص يعني هو غياب الوحدة الوطنية، الشقاق المجتمعي واللي يتلخص بالحالة الطائفية المقيتة اللي نعيشها. يعني لها للموضوع أسباب كبيرة وعميقة، بس إنه هو الظاهر. السبب الثاني تفوق الولاءات التقليدية القديمة الولاءات الحديثة اللي هي الانتماء إلى الطائفة والقبيلة والعائلة بدل الانتماء إلى الحزب السياسي المدني أو الانتماء النقابي والمهني. العامل المؤثر الثالث هو الاقتصاد الريعي والعمالة الأجنبية. إن وجود عمالة أجنبية يعني وهذا الخلل في الخلل الديمقراطي على مستوى الوطن يسمح للسلطة بالاستغناء عن الفرد الوطني أو المواطن في يعني في محطات أساسية، ولما المواطن يكون بعيد عن مؤسسات حساسة في الدولة تستطيع السلطة أن هي تستخدم أدوات أجنبية وغيرها من أجل تمرير مشاريعها. ضعف الحريات الفردية والاجتماعية، وهذا العامل يؤثر على التحول الديمقراطي من حيث أن الحريات الفردية وغيرها راح تخلق إنسان حر من الداخل، وهذا اللي يسمح أنه يكون يمارس سلوك ديمقراطي صحيح، عكس أنه لما يضيف هذه الحريات. بنية الدولة، بنية الدولة يمكن هي تقارب في التعريف بنية الدولة العميقة، المقصود بها الأجهزة الحساسة اللي تضمن تماسك الدولة اللي هي الأجهزة الأمنية وغيرها. يعني لما تشوف أن الأجهزة الأمنية فيها يعني جهات أجنبية وأفراد أجانب، هذا الشيء يسمح يعني يمنع التحول الديمقراطي. وأخيرا هو العامل الخارجي المرتبط بالصراع الإقليمي والدولي. يعني الكل يعرف أن احنا نعيش في منطقة حساسة واحنا طايرين فوهة بركان بين صراع إقليمي يعني بين دولتين هما المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية، يعني والجغرافيا ما رحمتنا.